ما حبيت لهذيك البنت أبدا، كان في شي فيها بيخليني بعد عنها. بنت غبية، طالما هي مع هداك الرجال ليش لسه راكدة ورا مهند؟ معناته هالشي أحد تكتيكات حلمي بيك. بس مهند من حقه يجن. موني هاد المسؤولة عن هالشي أبدا، ليش عم بيهاجمه؟ أصلا هو لسه مزعوج مني. ما قدر يستوعب تركي له زواجي من نهاد، مشان هيك عم يتحامل على نهاد كل ما شاف فرصة، لساته متضايق. ومو قصده من هالشي غير يزعجني. حاجتك بقى، هالشي صار من الماضي، من زمان، صرتي تاريخ بالنسبة لمهند. وانت كمان قبرتيه بالماضي، كل شي انتهى وراح. لو كان مهند عن جد بيحبك، انت ما كنتي تركتي، ما هيك؟ نطلع بقى؟ أساساً إذا ضليت شوي تاني رح اختنق، خلينا نطلع. عن نادي؟ حلو. نهال، تروحي معنا؟ عن نادي؟ ايه، عم نجهز لحفلة رأس السنة، اليوم رح نعمل أول اجتماع، بتقلي لنا رأيك؟ عندي شغل كتير. أكيد مو أنت اللي رح تدهني الحيطان، يلا تعالي بتغيري شكل. نهال بتمل هنيك. في أعضاء أجداد، برأيي رح تنبسط. يلا. بلاها هالمرة، مرة تانية، رح يضل عقلي هون. اليوم رح يجيبوا نماذج عن الأقمشة، كرمال هيك لازم ضل هون. مثل ما بدك. رح روح جيب شنطايتي، رح اطلع انا وياكي بلا ما ناخد بشير مشان ناخد راحتنا. ماشي، عم بستناكي تحت. بخاطر. مع السلامة، لا تضايقي حالك. شوفي، مع السلامة. عادي وخلينا نحكي شوي، لازم روح شوف فوق. شوفي وتعالي، انا هون. خليكي فوق راسن وما تتركيهم مشان ما يخبصولك. ماشي.